عن أنت حكيت على التصريحات. سيد عبيد البريكي في تصريح جديد يقول حقق ما طمح إليه اليسار. أيوة، يسار يقصده عبيد البريكي، ها سعيد، يحقق ما كان يطمح له اليسار. تصريح سيد عبيد البريكي، أي يسار يقصده عبيد البريكي وماذا كان يطمح اليسار؟ يعني هو ليس يساريا اصيلا، لو كان يساريا اصيلا ما حصل على صفر في الانتخابات، لان الاسلامي الاصيل او القومي الاصيل او اليساري الاصيل او الدستوري الاصيل لا يحصل على صفر في الانتخابات، ولذلك هم لا يريدون ان يكونوا حزبا، يريدوا ان يختبئوا داخل هذه المنظمه التي تهم الناس لان لهم جماهيريه، ولكن هذه الجماهيريه تنزع عنهم في اول الانتخابات، ولذلك لا يستطيعون ان يفعلوا تجربه حزب العمال في بريطانيا عندما استقل الحزب عن النقابة، ولذلك يختفون تحت هذه الخيمة التي هي في الأساس حزب سياسي وليست، والنهضة بالمناسبة تتعامل معهم على أنها نقابة ولكنهم حزب سياسي قائم الذات، وهو من حطام الأيديولوجيات. المرة الماضية وهو في تقريب في التلفزة وسئل عن إيقاف أحد النقابيين قال لا علم لي بالموضوع، في حين أن صاحبه النقابي الموقوف وهو قبل يومين يعرفه، والاتحاد تقريبا اكثر المنظمات التي تتجول فيها المعلومه بسرعه رهيبه، ولذلك هم يسيطرون على الوضع عكس الحركات الاسلاميه التي يا من عاش من بعد تتخذ الدنيا باش يسمع الاخر شنو وقع في البلاصه الاخرى، لان بيدهم الدوله وهذه ثقافتهم وهي هذا جزء من نقاط قوتهم. رغم معرفته بمأساه زميله هو تنكر له فقط لانه يريد منصبا في الدوله، وهذا هي وظيفة، وهذا هو الفرق بين المنظمات النقابية الأصيلة والمنظمات النقابية غير الأصيلة. هنالك تجربة تشاركية للنقابات في بلجيكا، النقابة هي شريك للدولة، وهنالك تجربة احتجاجية للنقابة في فرنسا، النموذج الفرنسي الشعبي. التجربة النقابية في تونس هي تجربة انتهازية منذ اليوم الأول، تجربة انتهازية. سامح لي، غرابة، عفوا أستاذ قصير، تجربة تنتج هذا الفصيل من الناس الذي يحسر المهمة السلطة في الإقصاء وفي التطهير العرقي. في الأصل هذا شخصية منتهية الصلاحية، يعني تقريبا، وتعرف أنت الدواء عندما يكون منتهي الصلاحية لا يتحول، لا يبقى دواء، يتحول إلى سم، ولذلك يكون قاتلا حتى بحبة واحدة، ولذلك يقع التجديد عليه في شيئين في الإعلام في الدواء: عدم تجاوز الدوزة، ما تشربش أكثر من الدوزة وما تستعملش بعد انتهاء الصلاحية. احنا مكتوب علينا متجاوزين الدوزه، يجرعوا فينا في الدوزه نتاع الدواء هو في الاصل ده، نعم، في حاله انتصار صلاحيته، وعندما تنتهي صلاحيته نحن ايضا مجبرون على التعامل معهم. يعني يهود الاسلامي عندما يكبر لا يصلح للسياسه لابد ان يشد داره ويشد تركينا في الجامع، والسياسي عندما يكبر من اليسار ومن القوميين ومتساتر ومن الكل يولي صاحب الخبره ونحطوه بنك الحكمه. مول الاتحاد العام التونسي للشغل ايضا تحدث على انه نعمل مجلس حكماء باش يعملوا الطبوبي الذي هو اكبر تعبير عن الترهل الثقافي للمجال السياسي في تونس، هو كيف الذي يقترح مجلس حكماء. ولذلك هذا الرجل او غيره، يعني لو كان في زمن الحديث وزمن الروايه لا يؤخذ برايه، فلذلك انت تذكر بشخصا لا يذكر برايه لا تاريخا ولا حاضرا. نعم.